طرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خريطة الحل السياسي للأزمة الليبية بالتزامن مع جهود دولية لدفع الحلول قدما. وشدد صالح على ضرورة العمل على المسار الدستوري الذي يهدف لوضع قواعد للانتخابات البرلمانية والدستورية خلال المرحلة المقبلة. ودعا عقيلة صالح إلى ضرورة تطهير البلاد من المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات الخارجية. للمزيد حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق. أستاذ عبد الحكيم أهلا وسهلا بك. تابعت كلام عقيلة صالح حول خريطة الحل السياسي المسار الدستوري، هل جاء عقيلة صالح بأي جديد حينما تحدث عن هذا الموضوع؟ مساء النور أخي سامي. مساء النور. كل سنة وأنت بخير إن شاء الله. كل عام بخير. الحقيقة هو حوصل كل المحطات السابقة وما رشح عنها من يعني تفاهمات والتي توجت بإعلان القاهرة ومخرجات برلين واللتان حصنتا يعني بقرار من مجلس الأمن. الرجل يتحدث عن ضرورة تجاوز حقبة الدم وقتال الإخوة، ويتحدث عن يعني القفز على منطق المغالبة. وطبعا أنا لست يعني مرتاحا كثيرا لنظرية الأقاليم حقيقة، ولكن هو يتحدث عن التمثيل الناحية الديموغرافية، طبعا على ضرورة أن بالضبط على لجهة التمثيل وضرورة أن يكون هناك نوع من القسمة الغير ضيزة يعني في الموارد الليبية للأقاليم الثلاثة. لكن تبقى هناك عقبة كأداة سامي. نحن تحدثنا وفي كثير من المناسبات عن جزئية التواجد الأجنبي حقيقة. اليوم بتنا أمام يعني مشكلة كبيرة جدا، سيما مع إصرار تركيا على عدم الخروج. يعني هذا تجلى من خلال تصريح شوش أوغلو عندما قال بأن حتى ولو رشح عنه انتخبت حكومة جديدة أو اختيرت حكومة جديدة فنحن باقون لنا أن نحافظ على مصر. هذا منطق حقيقة كونريالي واستعماري، ويشي بأنهم لا يريدون فعلا الخروج أو أن تمت وراء الأكمة ما وراءها، وكأنهم هم يشكلون رأس حربة لمشروع ربما اتفقت فيه يعني هذه الدول على أن تبقى لتركيا موطأ قدم، إلا إذا كان للإدارة الأمريكية رأي آخر. يعني للأسف شديد سامي هذا الكلام صدر عن أوغلو عقب زيارته لموسكو. يعني كنا نتصور من أنه بعد زيارة الوفد المصري وبعد زيارته لموسكو وبعد زيارة وزير خارجية السراج إلى موسكو أن يتغير الخطاب قليلا، ونحن طيب. أمام يعني مطالبات دولية بضرورة خروج القوات والقواعد، ولكن لازال هذا الإصرار مربك حقيقة ومستفز في آن واحد. هناك تحدي أمني ظاهر ولا شك فيه أستاذ عبد الحكيم، ولكن ماذا عن التحدي الذي يواجه عقيلة صالح في حد ذاته؟ هناك جماعة غدامس التي ما زالت تريد أن تفرض رؤيتها للحل، هل فكك عقيلة صالح هذه المعضلة حتى يتحدث عن هذه المسارات؟ هذا سؤال مهم حقيقة. هو لازال عقيلة صالح يواجه صعوبة، هو يشتبه في أو يتشابه أسف في مسألة الاتكاء على المادة التي تنص على ضرورة التئام مجلس النواب في بنغازي، مثل ما يقول أردوغان بأنه جاء إلى ليبيا بطلب من حكومة صخرات المعطر دوليا. ومن جهة أخرى طبعا هذا المجتمع الدولي الذي نصب حكومة السراج طلب من أردوغان أن يخرج يعني كقوات ولا يتواجد كقواعد، ولكنه غفل هذا الجانب ويصر على أنه يتواجد على خلفية أنه طلب منه التواجد من قبل حكومة معطر دولية. في حالة عقيلة يتكي هو الآخر على مسألة المادة في الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة التئام مجلس النواب في بنغازي وفيما مقره المؤقت في طبرق، وغفل أنه لا يوجد لديه نصاب
لأن مثل ما حكينا في المرة السابقة عندما التقوا في غدامس اكتمل النصاب لجهة الجلسة ولكن ليس نصابا قانونيا، لأن يعني هم القانون يحتم عليهم الذهاب إلى بنغازي، ولكن الكتلة المحسوبة على تيار الإسلام السياسي لا تريد الذهاب إلى بنغازي. لا أعرف هل هي خشية أم تعطيل لمسار التئام المجلس. أيضا هناك كتلة من نواب الشرق حقيقة بدأت تحصل نوع من انعدام الثقة بينها وبين عقيلة صالح، وهي جاءت إلى غدامس وهو يعني أطلق عليها تحفظات وربما ما دعاها إلى إطلاق عقوبات، ربما اطلعت عليها سامي تنص على إسقاط عضوية مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وهذا هو الآخر لا يتأتى لأنه يحتاج إلى نصاب من الناحية القانونية. طيب. فهذه الحقيقة هذه التباينات القانونية لا تسمح بأن تنظيميا يلتئم المجلس بشكله القانوني لا في بنغازي ولا في غدامس. بالنظر إلى غياب مبعوث دولي حتى الآن إلى ليبيا، ونحن نتحدث عن مبعوث دولي بالإنابة، أيضا هناك توقعات ترقبات لوصول بايدن لسدة الحكم، أي نفق أي مخرج لليبيا في ضوء كل هذه المعطيات برأيك؟ أنا قلت في مناسبة سابقة حتى في تغريدات على حسابي بأن نيكولاي ميلانيدوف لم يعتذر، لأنه من غير المعقول أن يسوق اعتذاره لأسباب عائلية وهو في منتدى أممي. أنا في تقديري طلب منه أن يستريح قليلا لكي تكمل ستيفاني ويليامز ما أسسته هي وغسان سلامة، هي أسست إلى يعني خطة تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية وحكومة مرحلة تمهيدية هي أسمتها، حتى يصار إلى صياغة الدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في ربيع 22. لكن اليوم عقيلة صالح يتحدث عن قواعد قانونية، يتحدث عن قواعد دستورية، لا يتحدث عن دستور. يعني كأني بعقيلة صالح، هذه ربما لم ينتبه إليها كثيرين، كأن عقيلة صالح يدرك بأن الوعاء الزمني المتبقي لا يكفي لصياغة الدستور. ومسودة الدستور طبعا مثل ما نعرف هي محل جدل، وحسب رأيي يعني القفز فوق الدستور بسنة حراب ومن بالضبط، يعني هذه يعني لازلنا نعاني من هذه، إلا إذا كان هناك نية في العودة إلى دستور 51 المعدل 63 دستور المملكة الليبية، يعني مع إجراء بعض التعديلات عليه. أما دستور جديد معنى هذا أن عقيلة صالح على الأقل من طرفه والجهة الشرقية ربما حتى الجنوبية لا ينتوون أو لا يفكرون في صياغة الدستور الجديد. طبعا أنت حدثتني عن نفق غسان سلام، أقصد ستيفاني ويليامز، باستكمال لما باختصار لو سمحت رتبته مع غسان سلام، ماضون في نصف دقيقة سامي ماضون، وهناك حديث قبل قليل عن الأمم المتحدة تفكر في إرسال قوات أممية في خط سرت الجفرة. نعم. يعني شكرا. لكي تثبت وقف إطلاق النار وتنجح المسار العسكري 5+5. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحكيم معتوق، الكاتب والباحث السياسي الليبي، كنت معنا من طرابلس.